مع إعلان الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة على الدولار لن تتغير في الأمد القصير، وأن أي زيادة ستكون في العام 2023، وأنه سينتظر مرحلة جديدة من التعافي قبل أن يأخذ قرار بشأن سياساته الحالية. وبدأت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بالتراجع إلى ما دون مستوى 1785 دولار للأونصة الواحدة، وما زالت تنعكس على الأسعار المحلية، إذ وصلت قيمة الانخفاض إلى 70 قرشا للجرام. وتاليا آخر أسعار الذهب في الأسواق المحلية بحسب نقابة تجار الحلي والمجوهرات.